بتایبات سنتی صلات و تسبیح پیغمبر صلی الله علیه و سلم نهایت زنایان اگر شغل بانی وان فرمی آن صحیحه طریق ابن عباس که فرمی اگر وش رکعت انجام دی غفر الله لك ذنبه كله اوله و آخر سره و علانیته خطاه و عمده كبيره و صغيره قديمه و عديده دزول گناه زي شنو لهم گناه كاني سرتا و كوتايني يعني ما اشكرا هلا و عمد كونو تازه گوره و بچوك بشي خوش بيرموي صلاة التسبيح كلاي هندك بدعيه والله ما دام حديث ناسا كانوا فرمود ناسا وكل شيء غلباني وزان يعني بيش خوي كذا فرمون صحيحة صحيحة كذا فرمون حسنة حسنة قبولة ويا بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل أقرت فاني عباس كما ميتي روجي يجزر صلاة التسبيح يقول دا جوقناها خوش بي فلو كان ذنوبك مثل رمل عالج أقر قناها كانت بهيندي جماري لما وردكان دنيا بي أو عدد قطر السماء أقل بهندي جماري دلوبي بارانا كان بيت فابن صلاة التسبيح عليه تقول شدي تقول أنك نتواني هل لدى سينة دي كل حفتي جاري بيك هل نتواني ماني جاري بيك هل نتواني صالي جاري بيك هل نتواني لتمنتا أبي يكجر هل بيك كاكا دزور قناه والله يا قناه زور بخو لا برو بتعب لهم روجا بيروزاني رمضان ده فرصة روجي جاري قيشي شي بيرش يا مي بيز دقي بيرش تو كي تواني سي صجاب سبحان الله الحمد لله الله اكبر لا اله الا الله الا لون يجانب اذا خد دزاني نيجي يعني راس خول قال خويا اتا ورا ذكر كي ناقا تقوري او ذكر لنا نيجي كبران بالخوي قوري مهربان سبحانه وتعالى